تم توجد ولادكم يفرحوا. ما انتو ما تفرحوا بيان سور. هنا راح نديرو تحلية بسكويت الأوريو. هنا عندي استعملت ماكسون بسك أوريو صح صح غالي. دونك هنا استعملت ماكسون. واش راح نسحقو؟ راح نسحقو ريتلا حليب، 4 مغارف كبار مايزينا، 4 مغارف كبار سكر، لافاني، زوج مغارف صغار لينيسلي اللي كنت حضرته ديجا معاكم، راح تلقاو ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. وراح نسحقو ماكسون. لا بروميير دي شوز اللي راح نديروها، راح ندو 3 حبات ماكسون نقسموهم على 3 باش نخليهم لا ديكوراسيون، نقسموهم على زوج بلوتو، راح نحطوهم دكوتي. وراح ناخذ كميه منها اللي راح نفتتوها، وكميه اخرى راح نقطعوها عشوائي مربعات ولا مثلثات كيما حبيتو باش نخلطوها مع الكريمه ديالنا، باش ما نقربعش عليكم بزاف. فراح نقطعهم ونعاودو نوليو. هنايا كميه قطعناها هكذا، وكميه واحده اخرى درتها في ساشي باش نحطوها في لو فون، وراح نضربها بهذا باش تفتت. واليوم نزيد نجبد حاجه نرحي بها، راح نفتتها ونعاودو نولي. هنايا ندو الكاطو تاعنا اللي فتتناه، نحطوه في الفون تاع لي غامكان ديالنا. نسيو نعبزوه باش من بعد ان شاء الله كي نفرغو لاكخام ما يعاودش يطلع. بون اللي يحب دير شويه زبده ولا دير، انا هنايا ما حبيتش ندير، بيتو قاعد مرمل. هنايا دوكا راح نوجدو لاكخام غابيدمون. قلنا عندنا 4 مغارف ان شاء الله. بون انا كنت كيلت مين عاود معاكم، 3 4 عندنا 4 سكر، راح نسحقو قلنا لافاني، لافاني قلنا نزيدو من بعد مور ما نخلطو هاد المكونات، راح نزيدو قلنا 2 مغارف لي تاع نيسلي، كي نزيدو الحليب باش يدو. هنا نخلطو هادو ما مليح، بون سمحوا لنا على الصوت مي سي نورمال، الناس برا الله غالب. هنايا راح نزيدو هذه كريت الحليب ونحركو بالعقل باش يدوبو كاع المكونات هذه. راح نزيدو كيما قلنا 2 مغارف حليب نيسلي اللي كنت وجدته من قبل، وراح نخليه لكم في صندوق الوصف اللي حبيت تشوف. وهذا حليب نيسلي اضافه مني برك، اللي ما عندهاش ولا ماشي بالسيف عليها ديرو، تقدر برك حليب سكر مايزينا تكفي، واذا عندها كاش اغون برك هكذا تاع فاني ولا يفي بالغرض. هكذا راح نخلطو هادوما كامل مليح، من بعد راح نحطوهم على نار قليله حتى يتقال الخليط تاعنا، من بعد راح نخلطو له هاد البسكوي. بون هنايا بلاكو تحبسو تقعدو تخلطو متحبسوش، سينو تلصق لكم في القاع تاع الكسرونه ديالكم. هنايا مور ما سخن بليتو مور ما تقال شويه لاكخام، راح نفرغوها هنا باش نقدر نخلطو غلاف. باش نزيدو لها الاضافات اللي قعدت.
هنا نسيت باش نقول لكم في الاول نسحقوا الغرفه الزبده، هاني راح نزيدها دوكا الكميه هذه. هاي ديك الغرفه تاع الزبده راح نزيدها. كي دوبلي الزبده هنايا راح نخلط لها هذاك الكاطو كونكاسي. هاي ديك مور ما دابت لي هنا راح نزيد لها هذا ونخلط بيان. ودوك راح نعمرو بون بيان سور نفدو شويه كاطو ديروه ندو شغل لا كريم وحده ونعمرو هاد لي فيغين ديالنا. عفسه جديده وسورتو بالك دراري صغار يقولوا ياكلوا الحليب سورتو لي ولادها ما يحبوش الحليب هذا يقدروا ياكلوه باسكو لا بلوبار تاع دراري صغار يحبوا الاوريو. راح نكمل نعمر كاع الكيسان تاعي خليهم يبردوا كيما العاده جامي تحطوا لي فيغين فريجيدار هما سخونين كي يبرد مليح من بعد راح ندخلوهم للفريجيدار تاعنا ونخليهم يبردوا ونحطوهم في طبق ان شاء الله. واذا عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسوش تبارطاجيوه مع لي زامي ديالكم، ديرونا ابوني لا باج اذا كنتو لا بروميير فوا شفتو لا فيديو، اي سورتو سورتو اكتيفيو لا كلوش هكذا كي يكون فيديو جديد راح تكونوا من الاولين اللي يكون على بالكم. هالي سلام. هاوليك لو ديسار ديالنا كيفاش جا، جا بزاف بنين دق ديجا وحده وخفيف وماشي شي كخي بزاف، هذه هي الحاجه اللي عجبتني فيه. بون اللي حبيت يكون شويه حلو وزيت سكر، انا لا دوز تاع السكر جات قيس قيس ما صامط بزاف ما حلو بزاف. وهاي ديك لا تيكستور كيفاش ما تجي ثقيله ما تجي خفيفه، بيرسونيلمون سا مو بلاي، ان شاء الله نتوما تاني تعجبكم.